الصيف الترجي كان السنه في رقاء كبير، نقولوا رقاء اجوار ولا كلاسيكو، باش ممكن يخرج من الازمه تاع النتائج قاعد عايشها، لكن اليوم نشوفوا تعادل جديد، ما عادش راه مستحق مش مستحق. ولا صحيح يعني كي تقبل سور بولاريتي يعني تخرج شويه من الكونسنتراسيون، مي ليسونسييل الولاد قاعدوا كونسنتري ورجعنا المهم عدلنا. بون ما حبتناش كوره، كان جاتنا برشا فرص باش نقتل المباراه، مي الله غالب. ان شاء الله بعد نزيد نخدم على رواحنا، ان شاء الله نحسنوا الماتشات الجايه. شنو هي المشكله قدام الكاجل؟ والله نقول لك يعني قاعدين نضيعوا في برشا كور. شويه خدمه في لونترينمون، شويه كونسنتراسيون من الولاد، ان شاء الله نجسموا، ان شاء الله الحظ يكون معنا. سيف خمسه مقابلات هذايا الملعب التونسي، ومن بعدك انا خاو نجم الرياضي الساحلي، ومن بعد ديبلاسمون جربه صفاقس الافريقي، معناتها كاش سهل تتغير تحكم في البطوله شويه المقابلات الخمسه جايه بالنسبه للترجي. والله صحيح ماتش ودي زيزيف، يعني خمسه ماتشات مازالوا قويين، واحد يحضر لكم من فوق. وان شاء الله ليسونسيال الكره تمشي معنا، ان شاء الله عندنا جروب بي قاعدين نخدموا على رواحنا، مي الله غالب عكسه، ان شاء الله الماتشات الجايين تلقانا ما خير. فرونشمون الاجواء في الترجي توا يحكيوا على بس رئيس جمعيه، معناتها ما قدمش ترشح قدم ترشح، تحسها اثرت شويه على اللعبيه، معناتها اللعبيه ولاو شويه في لونترومون شويه مع الاجواء معناتها. لا ولا لا بالعكس، يعني الولاد كلها كونسنتري جيت تترين على رواحها، ما الامور الاخرى ما خارج على نطاقنا، ما غير ما خمموا فيها، فهمت يعني نحن نترناو نهار الاحد نكورو ليسونسييل ان شاء الله يعني يقعد بريزيدون. بون ثم شويه حكايات كامل الله غالب، مازلنا ما ماناش فاهمين رواحنا بالكدا، ان شاء الله الايامات الجايين تتحسن. شكرا.